ومكفئين بباقي فقرات صباحنا غير دائما رشا عم نضوي على الجهود الاغاثيه والفرق التطوعيه يلي عم تقدم كل جهدها من اولى ساعات الزلزال وموجوده على ارض الواقع. واكيد مؤسسه العرين الانسانيه هي واحده من هي الجمعيات. رح نحكي اكثر عن نشاطاتها. واكيد معنا عبر الاتصال الهاتفي نهله ديبو معاون مدير فرع حما بمؤسسه العرين الانسانيه. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الورد. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك ست نهله. وبدايه بدنا نقول لك يعطيكم الف عافيه لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. خلينا نحكي اليوم عن دوركم وعن دور مؤسسه العرين بيوم الزلزال. تواجدكم توجهكم للمناطق المنكوبه. من اللحظات الاولى للزلزال والكارثه اللي صارت، كوادر المؤسسه توجهت بطاقم الطبي والكوادر الموجوده على الارض للاماكن الزلزال والمناطق المهدمه لمساعده الدفاع المدني واسعاف الجرحى ونقلهم للمشافي، ومساعده الدفاع الوطني بالبحث عن الناجين والاشخاص المتوفعين تحت الانقاض. مباشره بعد ما خلصنا الموضوع هذا انتقلنا للمشافي مباشره واستكملنا بجميع العمليات الخاصه بالمشافي الخاصه لجميع اللي تم اسعافهم من الزلزال. المشافي الخاصه والمشافي العامه جميع عملياتهم وجميع ادويتهم تم التكفل بها من قبل مؤسسه العرين. ومشي انفتحت مراكز الايواء، توجهنا مباشره لمراكز الايواء وتخديمها بالجانب الطبي بالاول، تخديم المراكز بالدواء بشكل كامل لجميع المراكز والصحيات مع دكتور مع الكادر الطبي الموجود متواجد بشكل دوري على جميع المراكز ومعاينة المرضى، تقديم الدواء لهم وتقديم الحالات الطارئة واسعافهم للمشافي اذا كان في حالات طارئة، مع تقديم وجبات الافطار والغداء والعشاء لجميع المراكز. طبعا كل عملنا نحن كمؤسسات انسانيه مع الامانه السوريه للتنميه وجميع المؤسسات العادله على الارض كلياتنا ايد وحده لمساعده العالم هالعالم المتضرره. دائما عم نحكي نحن عن حاله الاستجابه. اكيد خلال الايام الاولى من الزلزال اختلفت حاليا بعد مرور حوالي 14 او 15 يوم. انتم اليوم بمؤسسه العرين كيف عم تتعاملوا او كيف نقلتوا استجابتكم بعد هي الايام؟ نحن حاليا بعد قرارات الاخلاء صار المحافظة تفتح مراكز ايواء، يخبرونا انه انفتح مراكز ايواء بالمناطق. احنا اي منطقه يعني امبارح واول امبارح انفتحوا مركزين، مركز نهر البارد ومركز بيصين. نتوجه مباشره كوادرنا للمراكز، تامين الفرش البطانيات، تامين الدواء للموجودين، اطعام. مباشره نحن نتوجه للمراكز تم انشائها حديثا وتقديمها بطاريات، لدات، خزانات مي، الحمامات بنحاول ندعمهم شوي مشان العالم الموجوده بالمراكز. طيب اذا بدنا نحكي بدنا نختم مع حضرتك بصعوبات حاليه موجوده على ارض الواقع عم تعانوا منها، في اي صعوبات حاليه ضمن عملكم؟ لا الحمد لله نحن عملنا كمؤسسه لا ما عندنا اي صعوبات بنواجهها، كل شيء عم نحاول نوفره للاشخاص باسرع وقت ممكن. تمام. بدنا نتشكر اليوم كل الجهود من حضرتكم ومن كل المؤسسات والجمعيات الخيريه الانسانيه والاغاثيه اللي كانت موجوده دائما على الارض من نهار 6/2 ولا تاريخ هي اللحظه. شكرا لك ست نهله.